بيتكلم فيلم النهاردة عن أختين توأم، جين المنظمة زيادة عن اللزوم وبيجيلها على طول حالات ذعر لو ما عملتش كل حاجة صح جدا وفي وقتها، وأختها روكسي أو روكسان اللي عكسها تماما، عشوائية واخدة كل حاجة ببرود، وبتظهر جين وهي بتحلم إنها متأخرة عن تأدية أعمالها، وبيظهر لها كل الناس اللي بتعرفهم في حياتها عشان يضغطوا عليها أكتر، وبتصحى مفزوعة من النوم الصبح بدري، وبتنزل من أوضتها تحضر قهوة لوالدها، وبتدخل تصحي روكسي، وبتروح تلبس وتحضر نفسها في أوضتها المترتبة على عكس أختها اللي كانت أوضتها كركبة وفوق بعضها، وبتقعد جين قدام المراية تحضر للخطاب بتاعها وتتمرن عليه اللي هتلقيه قدام لجنة بتختار الطلبة اللي هيحصلوا على منحة دراسية للجامعة، على العكس من روكسي اللي بتفتح بريد الرسائل بتاعها وبتعرف ان فريقها الغنائي المفضل سيمبل بلان هيغني ويصور فيديو جديد في نيويورك، وبتقرر تهرب من المدرسة وتروح تحضر التصوير، وبتلبس جين ملابس منمقة على عكس من روكسي اللي شكلها بيبقى مبهدل، وبتنزل جين تحضر فطار لوالدها، وبتحاول روكسي تقول لها تبطل لعب دور الأم من بعد وفاة مامتهم، وبتطلب جين منها ما تدخلش في حياتها، وبيعتذر والد جين ليها علشان مش هيقدر يروح معاها وهي بتلقي خطابها قدام اللجنة علشان عنده شغل، وبيطلب من روكسي توصل أختها لمحطة القطر، فبتطلب منه روكسي إنه يوقع على ورقة خاصة بالمدرسة، وبعدها بتقلد توقيعه على ورقة تانية علشان تاخد إذن مرضي وتعرف تروح حفلة سيمبل بلان، وبتركب الأختين العربية اللي كانت متبهدلة، وبترمي جين ورقة لزقت في شعرها، وكانت الورقة دي دعاية لحفلة سيمبل بلان، وبياخدها من الأرض شخص اسمه لوماكس، ضابط مسؤول عن مراقبة الطلبة اللي بتهرب من المدرسة، واللي بنعرف بعد كده انه بيراقب روكسي علشان يمسكها متلبسة، وبتقف روكسي في نص الطريق علشان تقابل واحد من فريق بتاعها اللي بتعزف فيه مزيكا، وبيديها سي دي عليه اغانيهم علشان تقدمه لفريق سيمبل بلان على امل انهم ياخدوا فرصة ويمضوا عقد مع مكتشفين المواهب، وبيدخل لوماكس المكان بعد ما بتخرج روكسي، وبيقبض على كل الطلبة الهربانة من المدرسة، وبيسأل صديق روكسي عن مكانها اللي بيرفض يقول له هي فين، ترجع روكسي العربية وبتسوق بتهور، وبتوصل جين لمحطة القطر، وبتركب القطر وبتتفاجئ لما بتلاقي روكسي معاها على نفس القطر، وبتقول لها انها محتاجة هدوء عشان تقدر تركز وتكسب المنحة اللي مدتها 4 سنين في جامعة أكسفورد واللي اشتغلت عليها سنين عشان تقدر توصل لها، ولما بتسألها روكسي ليه اختارت أكسفورد بترد عليها جين وبتقول لها انها عايزة تسافر بعيد عنها بأي طريقة، وبيدخل الكمساري يسأل على التذاكر، وبتحاول روكسي تهرب منه وبتدخل الحمام بس بيمسكها وبيرميها بره القطر، وبيرجع يلاقي جين وبيفتكر انها روكسي وبيقول لها ان دي خدعة كويسة انها تغير هدومها، لكن جين بتحاول تأكد له انها اختها التوأم وان معاها تذكرة وبتدور عليها، لكن الكمساري ما بيديهاش فرصة وبيرميها هي كمان بره القطر، وبتقع جين على ولد راكب عجلة فبتتعلق حتة من لبسها في العجلة وبتحاول تفكها وبتتأسف له، وبتطلب جين من روكسي تبعد عنها لانها السبب في مشكلتها، بتروح تقطع تذكرة تانية وبتكتشف ان القطر اللي بعده هيطلع في نفس الميعاد بتاع الخطاب بتاعها، فبتتوتر ومبتعرفش تعمل ايه، اما روكسي فكانت بتدور على تاكسي، وفجأة بيقف جنبها شخص وبيحط في شنطتها شريحة الكترونية من غير ما تاخد بالها، وبعدها بتقبض عليه الشرطة وبيروح عليها سواق ليموزين وبيعرض يوصلها لأي مكان بعربيته، في الوقت ده كانت جين بتتخانق مع موظف شباك التذاكر وبتقول ان مواعيد القطر مكتوبة، بتقول ان في قطر هيطلع بعد شوية، فبيقول لها ان ده اتلغى بسبب اصلاحات في الطريق، فبتدخل عليها روكسي تقول لها انها لقيت ليموزين يقدر يوصلهم، الناحية تانية بيكلم لوماكس مستر راين والد روكسي وجين، وبيسيب له رسالة على المجيب الآلي يطلب منه يرجع يكلمه في أمر يخص بنته روكسي اللي كانت قاعدة مستمتعة في الليموزين، وسواقها اللي اسمه بيني بيكلم مامته اللي بتزعق له وبتقول له إنه اتأخر عليها وهي محتاجة الشريحة في أسرع وقت، فبيوعدها بيني إنه يوصلها في أسرع وقت، وبتكتشف البنتين جين وروكسي إن بيني خاطفهم وبيقفل عليهم العربية وبيحاولوا يستنجدوا بأي حد وبيخبطوا على الإزاز وبينطوا من سقف العربية وبيجروا بسرعة، وبينزل بيني يجري وراهم في الشارع، وبيدخلوا محطة المترو وبيحاول بيني يسرق الشنطة من روكسي، فبياخد عصاية راجل عجوز وبيخوفهم بيها، لكن بيكتشف ان روكسي متعلمه تايكوندو وبتحاربه وبترميه جوه عربيه من عربيات المترو اللي بتتحرك بيه بسرعه، وبتخرج البنتين من المحطه وبيتكسر كعب جزمه جين، فبتقرر روكسي تكسر لها التاني علشان تعرف تمشي بيهم، وبيقع عصير على هدوم جين من متسول في الشارع بعد ما كانت بتتخانق معاه عشان مش عايزه تديله فلوس، وبتعدي عربيه من جنبهم بترش عليهم ميه، فبتدخل البنتين لسوبر ماركت عشان جين تروح الحمام تحاول تنظف هدومها، وبتتصل في الوقت ده روكسي بتليفون البيت بتسمع الرسائل اللي وصلت لهم وبتسمع رساله لوماكس وبتحذفها علشان والدها ما يسمعهاش، وبتخرج جين من الحمام بعد ما فشلت تنظف هدومها وبتطلب منها روكسي فلوس تشتري حاجات، فبتكتشف جين ان محفظتها ضاعت ونسيتها في الليموزين مع دفتر يومياتها اللي بتسجل فيه كل حاجه تخصها حتى الخطاب بتاعها، فبتتوتر وبتتخانق مع روكسي وبتتهمها انها السبب في كل اللي هي فيه، وبتقرر روكسي تساعدها وبتاخدها الفندق وبتقول للحارس انهم تبع الفريق اللي لسه داخل، في الوقت ده كان بيني بيتخانق مع مامته اللي بتقول له انه ما كانش ينفع يسيب الشريحه تضيع منه، وبيفهمش بيني اهميه الشريحه، فبتقول له مامته ان فيها
كم موسيقى مسروقة يقدروا ينسخوها على سيديهات ويبيعوها بملايين الدولارات. فبيوعدها بيني انه يرجع الشريحة وبيرجع للعربية وبيلاقي محفظة جيم فيها. وقتها كانت روكسي وجيم في الفندق وبيدخلوا أوضة من الأوض وبيلاقوا فيها كلب صغير، وبتتخض جين منه فبتاخده روكسي بعيد. وفجأة بيرن تليفون جين وبتلاقيه بيني اللي بيقول لها ان محفظتها ودفتر يومياتها معاه ولازم يرجعوا له شريحته وإلا هيدمر الدفتر. فبتطلب منه روكسي يقابلهم قدام الفندق ويدوله الشريحة وياخدوا دفترهم. وبيدخل تري ابن آن باكستر ليبتون السناتر أو العضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي واللي مأجرة الأوضة، وبيكتشف وجود جين وروكسي. وبتحاول جين تشرح له كل حاجة لحد ما بتلاقي الكلب رونالدو أكل الشريحة وهي بتتكلم معاه، وبتحاول تخليه يرجعها لكن الكلب بيبلعها. وبتكلم آن تري وبتقول إنها رجعت الفندق عشان الاجتماع بتاعها تأجل. فبتتوتر جين وروكسي وبينط الكلب من الشباك وبتنزل ورا جين تلحقه، وبتقول إنها من غير الشريحة حياتها هتتدمر. وبتاخد روكسي شنطتها وبتقول لتري إنها لازم تلحق هي كمان العرض الموسيقي لفرقة سيمبل بلان، وبتشكره وبتنط من الشباك. وبتخبط آن على ابنها اللي كان قافل الباب، فبيفتح لها تري وبيلاقيها قاعدة بتدور على الكلب، فبيكذب عليها وبيقول لها إنه أخده الكوافير عشان يحميه وبيسيبها ويخرج. أما جين وروكسي فبيقعوا من فوق على صندوق زبالة وبيقوموا بسرعة وبياخدوا رونالدو عشان يلحقوا يروحوا البني. وبتخبط جين في الولد اللي بعجلة اللي اسمه جيم مرة تانية، وبتجري عليها روكسي تاخده وتمشي بعد ما بتدي جيم اسمه ورقم تليفون أختها. وبيجري تري يدور عليهم في كل مكان في نفس الوقت اللي هما بيجروا فيه في الشارع، وبيحاولوا يوصلوا للفندق اللي اتفقوا مع بني فيه إنهم يقابلوه قدامه. وبيغيروا هدومهم وبيلبسوا هدوم من اللي بتتباع في الشارع. وبتقرر جين تاخد رونالدو وتنفصل عن روكسي اللي بتتهمها إنها السبب في كل مشاكلها. في نفس الوقت ده بيكلم تري صديقه اللي كلمه عن حفلة سيمبل بلان وبيسأله عن مكانها علشان يروح يشوف جين وروكسي هناك. في نفس اللحظة دي كانت جين بتدي رونالدو لبني وبتقوله إنه أكل الشريحة بتاعته، إنها عايزة دفتر يومياتها، لكن لما بتسمع منه إنه هيقتل الكلب عشان ياخد الشريحة من بطنه وبتهرب برونالدو. أما روكسي بتوصل للحفلة وبتقابل تري اللي بيسألها عن رونالدو، لكن بتوصل مجموعة من البنات ياخدوها عشان الحفلة هتبدأ، وبيوصل لوماكس اللي بيدور على روكسي وسط الجماهير. وبتوصل جين ورونالدو للحفلة وبتفضل تدور هي كمان على روكسي، وبتبدأ الحفلة وبيدخل الفريق وبيبدأ الجمهور في التفاعل معاهم. بتنجح روكسي إنها توصل لمستكشف المواهب وبتديهم السي دي بتاعها، وفجأة بيظهر من وراها لوماكس، لكن روكسي بتنجح إنها تهرب منه. وبتطلع على المسرح وبترقص مع الفرقة، وبتجري جين على روكسي فبيطلعها الجمهور على المسرح هي كمان. وبيحاولوا هما الاثنين يهربوا، فبيلاقوا قدامهم بن فبيقرروا ينطوا على الجمهور، وبيشيلهم الجمهور على ايدهم. وبيقابل بني تري اللي شافه بيسأل على جين وروكسي، فبيكذب عليه وبيقول انه عارف مكانهم ممكن يوصلوا ببلاش، فبيشكره تري وبيروح معاه. اما جين وروكسي فبيجروا في الشارع من لوماكس اللي كان بيجري وراهم، بيقعوا في بلعة مفتوحة وبتقول روكسي لجين انه مر وقت طويل من وقت ما قعدوا مع بعض واستمتعوا سوا زي ما حصل النهارده. وبيكتشفوا بعدها ان البلاعه وصلتهم لاقرب نقطه للمكان اللي فيه خطاب جين. وبتخرج الاختين من البلاعه وبيدخلوا صالون تجميل، ويتفاجئوا قدامهم الساعه 1:15 وفاضل ساعتين الا ربع على خطاب جين اللي بتجيلها نوبه ذعر. وبتحاول روكسي تغني لها علشان تهدى بعد ما بترمي في وشها ميه، وبتطلب منها تاخد نفس عميق، وبتطلب صاحبه المكان من كل الموجودين يساعدوها ويغنوا معاها. وبتهدى جين وبتحكي لها مشكلتها، وبتقرر صاحبه المكان تساعدهم وبتديهم هدوم جديده وبتعمل لهم شعرهم، وبيشكروها جدا على كل اللي عملته معاهم، وبتتمنى لهم صاحبه المكان التوفيق. وبيرن تليفون روكسي وبيطلع بيني اللي بيطلب منهم يقابلوه في التايم سكوير بعد 20 دقيقه والا هيحرق دفتر اليوميات. وبيظهر لهم روماكس اللي بيزعق في وش الناس عشان تتحرك بسرعه، فبتطلب البنات من صاحبه الصالون تساعدهم يلاقوا تاكسي بسرعه، فبتديهم مفاتيح التاكسي بتاع ابنها. وبتطلب روكسي من جين تسوق بسرعه علشان يهربوا من لوماكس اللي جه وراهم، لكن جين بتعترف لاختها انها بتعرفش تسوق وانها سقطت في اختبار السواقه، بس بيضطروا يتحركوا بسرعه عشان يهربوا. وبيركب لوماكس عربيه زوجين سياح في المدينه، وبيقرر يطارد الاختين اللي بيمشوا بتهور في الشوارع كلها. وبتنجح جين في الهروب من لوماكس، لكن روكسي بتزعق لها وبتقول لها انهم كانوا هيموتوا بسببها، فبتقول لها جين انها انقذت حياتها وبتنتقدها. فبتتخانقوا سوا وبتقول روكسي ان ده اللي بتعمله جين دايما معاها من وقت وفاه والدتهم، حتى اهم يوم في حياتها الاكاديميه ما عزمتهاش تروح معاها. فبتقول لها جين انها اسفه لانها عايزه يوم واحد في حياتها يبقى بيدور حواليها، لان والدهم دايما مشغول بمشاكلها، وانها عايزه تروح اوكسفورد عشان تبقى بعيده عنها. بعدها بيتفرقوا وكل واحده بتروح من طريق. وبتقابل جين بين اللي بيحطها في صندوق وبيقفل عليها. اما روكسي فبتلاقي دفتر يوميات جين وبتاخده، وبتكتشف ان تري محبوس في شنطه العربيه، فبتفتح له وبتاخده وبتقرر تروح مكان اختها للمسابقه. من ناحيه تانية بيقعد بني مع رونالدو بيحاول يشربه حاجه تخليه ينزل الشريحه بسرعه، وبتدخل عليه مامته وبتامره يعذب الكلب، يا اما هتقوم هي بالمهمه دي.
وقتها بتهاجمهم جين وبتاخد رونالدو وبتخرج بسرعة وبتقابل جيم وبتطلب منه ياخدها على العجلة علشان تروح المسابقة. بتوصل روكسي للمسابقة وبتقرر تدخل مكان جين أختها علشان متخسرش المنحة، وبيقعد ري وسط الجمهور عشان يتفرج عليها، وبيكتشف وجود والدته وسط الجمهور واللي بتستغرب وجوده، وبتقوله إنها ضيفة الشرف اللي هتقدم الجايزة، وبتسأله بيعمل إيه هنا، فبيقول لها إنه جه عشان يتفرج عليها. وبتدخل روكسي وهي متوترة وبيقع منها الورق اللي مكتوب فيه الخطاب، تفضل تدور عليه وهي واقفة على المنصة وما بتعرفش تعمل إيه، فبتقرر ترتجل. في اللحظة دي بتوصل جين ومعاها رونالدو وجيم، وبتطلب روكسي من الحضور الترحيب بيها، وبتقول إن كل ده كان مقدمة لدخولها. وفجأة بيظهر على المسرح لوماكس وبيني ومامته اللي بيحاولوا ياخدوا الكلب من روكسي اللي بيقبض عليها لوماكس، لكن قام بتأمر لوماكس يقبض على بيني اللي بيسرق الكلب بتاعها. بتقرر جين تعترف بكل حاجة، وبتقول إن بيني ومامته عصابة بتبيع الموسيقى والأفلام المقرصنة والمسروقة، وإن لوماكس كان بيطاردهم علشان تنقذ أختها روكسي، اللي بتقول للمحكمين إن أختها كانت بتتمرن على الخطاب آلاف المرات متأكدة إنها هتكسب المنحة. بتقول جين إن الخطاب كان هيبقى حياتها الأكاديمية، لكن النهاردة عاشت يوم أهم شافت فيه أهمية العيلة وأهمية أختها، وبتعتذر الأختين لبعض عن سوء التفاهم اللي كان بينهم. وبتنجح جين إنها تكسب المنحة، وبتحضنها روكسي اللي هي كمان بتنجح إنها تحقق حلمها وتسجل أغانيها مع شركة إنتاج كبيرة. الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه رامي سمير. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.